مساكم بالخير مشاهدينا، نرحب بكم في برنامج جديد ومتجدد في أمسية خاصة، في برنامج دائما يحط بكم بمحطات الفنية التراثية الثقافية. مشاهدينا، اليوم هي أمسية تقليدية جزائرية بامتياز، ودائما في بداية البرنامج لازم تعرفوا بضيوف برنامج مسناكم بالخير، لكن دائما بعد الفاصل. ضيفي لهذه الأمسية، نبدأ بالضيف الأول، هو خريج مدرسة ألحان وشباب شارك فيها وحصد المرتبة الأولى. أعماله راهي تليق ونشوفوها بنجاح بتألق بتميز. خلينا نتعرفوا قبل هذا على واحدة من أغانيه ونعود نولي لكم. يلا.
خلينا نرحب بالفنان عبد الله الكرد اللي راهو مشرفنا في هذه الأمسية الخاصة التقليدية الجزائرية الأصيلة من برنامج مسيناكم بالخير. ضيفي الثاني جاني من ولاية الجلفة، هذه الولاية اللي معروفة بناسها، معروفة بالجود والكرم، متألق متميز راقي في أدائه، متميز في أدائه. خلينا نرحبوا بضيفي لهذه الأمسية اللي يحب يرحبكم بطريقته الخاصة. يلا نسمعوا واحدة من أغانيه ونعود نوليو لكم. وسلاك سلاك الممحون في أرض القفار بلاد وتدي هي بنتي يا انا منك كمان ابراش العشق صعيب نار وقويه فهميني يا بنت الناس هنا المغبون بنتي والله ما نبراش العشق صعيب نار وقويه فهميني يا بنت الناس تجي عليك يا دلالي سيري تقري هيدي هيا هيا والزين عند مولي صبر قلبي صبر الزين والهمة في وهر ساكنة وهيا وانتي اللي قلتي لي رواح وتبيتي لي خلايا هنا المغبون سبابي انتي وانا منك والله ما نبراش العشق صعيب نار وقوية فهميني يا بنت ناس هين المقبول السبب انت يا عبد الله والله ما نبراش العشق صعيب نار وقوية فهميني يا بنت ناس وتجي عليك يا دلالي زيدي تقري هيدي هيا هيا والزين عند مولي صبر قلبي صبر يا الزين والهمة والله ساكنة ويا يا يا وتي اللي قلتي لي رواح وتبيتيني خلا هيا هنا المغبون السبب انت يا انا ايه ما نبراش والعشق صعيب نار وقوية فهميني يا بنت الناس ايه هين المغبون السبب انتي يا انا والله ما نبراش والعشق صعيب نار وقوية فهميني يا بنت الناس Thank you.
معي اليوم في برنامج مسيناكم بالخير هي أمسية خاصة نجمان سطعا بريقهما في سماء الأغنية الجزائرية. معانا الفنان النجم عبد الله الكرد والفنان المتألق حسين بالحاج. يعني خلينا نرحبوا بفناننا عبد الله الكرد، واش تقول للمشاهد الكريم راهو يشوف فيكم خلال التلفزيون الجزائري؟ نقول له أمس الخير، سعيد جدا بحضوري معكم في هذه السهرة، ونتمنى يعني نديروا درتشة خفيفة ونكونوا خفاف على المشاهدين. نكونوا خفاف، رانا دخلنا بيوت، نكونوا خفاف على المشاهدين، نغنيو لهم بزاف ونضحكوهم ونفرحوهم ونعطيهم الجديد تاعنا ونعطيهم نبذة على واش درنا هذا الوقت كل باش وصلنا لهذا النوع يعني من بلاطوات في التلفزه الجزائريه. ان شاء الله يا رب. ومعانا الفنان المتالق حسين بالحاج اللي جانا من اولاد سيدي نايل، نحييوك واش تقولنا في هذه الامسيه الخاصه اللي تطل من خلالها على المشاهد الكريم. الله يحفظك، شكرا شكرا بزاف على الاستضافه هذه. انا فرحت فرحت لانه رجعنا اخيرا للتلفزه الجزائريه اللي بعد غياب طويل، لانه احنا اولاد ولاد تلفزيون اكيد، اللي كنا في الحان وشباب، اللي كنا في المدرسه. فانا فرحان اليوم، جد سعيد اني نعاود نشوف الجمهور الكريم ونكون معك انت بالذات باش نفرحوهم ويسمعوا لنا. هذه القاعده التقليديه الجزائريه الاصيله حبيناها تكون خاصه. يعطيك الصحة. نعم فوالا جوستومون، احنا رانا دوكا مع الأكلة التقليدية، مع صحيح. كل شيء كل شيء جزائري، فحبيناها تكون 100% جزائرية. فوالا نعم، هي القاسم المشترك بيناتكم انكم خريجي مدرسه الحان وشباب. يعني انا كل واحد حبيت نسمع عبد الله الكرد يقول لنا ماذا اضافت لك هذه المدرسه. نفس السؤال الذي يتبعني منذ ان يراودني وان يلحق بي منذ ان يعني حققت المرتبه الاولى، وهذا التتويج لازم نقولوه في كل مره. كانت قفزه نوعيه اللي يقدر يعني نعم. الفنان يعني وحده عصامي ويعني بمجهوده الفردي انه يديرها في 10 سنين. صحيح. كانت يعني التلفزه الجزائريه بعوده المدرسه الحان وشباب، متلفزه ماشي على الاذاعيه، كانت العوده معنا احنا، وكانت يعني حطوا كل يعني الامكانيات ومن تكوين، من تأطير، من تقنيات الصوت الصوره، خلونا يعني في اجمل صوره مع التكوين يعني من اساتذه كبار، خرجنا بنتيجه. ومن والشحنه تاع السباق تخليك تتعلم وتخليك تلم اكبر عدد كم ممكن من المعلومات ومن لي تكنيك ايتو. قلت لك يعني درت لنا بيج جامب، قفزه كبيره في لا كارير ارتستيك الجيريان. صحيح. وين الناس يعني كامل يعرفونا ويعرفونا واش راهو نديروا، ونحاول نقدموا فن نظيف ويدخل كامل وراقي ويدخل كامل العائلات الجزائريه. الحمد لله راك تقدم فيها بغض النظر على الارقام التي نعم. تتداول هنا وهناك، يعني كاين اللي يحوس على الكم ويحوس على النوع. صحيح. احنا كل واحد يحكم طريقه، حكمنا طريق النوع والشهره ولا البوز يجي وحده. نعم، التكوين والتأطير يعود الى مدرسه الحان وشباب. نقول الفنان حسين بالحاج، واش كوناتك فاش كوناتك واطراتك مدرسه الحان وشباب؟ بون، هي شوفي الحان وشباب، كاين بزاف ناس يسقسوك يقول لك الحان وشباب واش دارت لك واش زادت لك، هما ما عرفوش واش كاين في الكواليس. نعم. باسكو علاش؟ بالك عبد الله يوافقني الراي، كاين موهبه في اضرار ولا في شلف ولا في الجلفه ولا في وهرن ماهوش باين. صحيح. وحاب يغني. صحيح. ما عندوش طريقه اخرى ابار الحان وشباب. علاش؟ صحيح. الحان وشباب راح هي حتختزل لك الوقت، هي طريق الى النجاح ان شاء الله يا رب. اكزاكتومون. ومش غير تختزل، هي راح تبينك للجزائريين. صحيح. تخرجك من الدار. وتخرجك من الدار وتعاود تدخلك عبر الشاشه للدار. ف واوركستر تاع 50 بنادم. صحيح. مش متاح لاي واحد. وجمهور كبير قدامكم. فوالا، ومش اي واحد يغني مع اوركستر تاع 50. ارتجال كبير. فوالا. وكما كنا نديروا في قاعه البيضاويه وقيله. ها حاجه كيما هكا، بزاف بزاف غاشي الجمهور، الاتراك هذاك والخوف والاساتذه. نعم. كل شيء صعيب، مي كل شيء حلو. علاش كل شيء حلو؟ لانك تخدم دائما في الاغنيه الجزائريه، راك تتدرب. باسكو انا واحد من الناس ما كنتش نغنيش عربيه كاع. نعم.
من بعد نحن شباب عرفت شنو قيمة الأغنية الجزائرية. صحيح. تعرفت أنا أغنية الوهرانية، الأغنية الرايوية، الأغنية الشبابية، الأغنية القديمة العصرية، الياي الصحراوي، هذا قاع بفضل ارحام شباب بفضل الاساتذه اللي كانوا حيين بالمناسبه، منهم اللي حيين ومنهم اللي توفوا الله يرحمهم. الله يرحمهم. فالحان شباب مش تعرفت عليهم واديتهم اكيد. اديت الشاوي، اديت النايلي، اديت سطايفي، اديت اونونغلي، اديت سيره الطبوع الجزائريه. مش سهله مش سهله مش سهله انك تكون مش روح وغني جزائري. لازمك تنوض بكري كيما قال الله. ايه دونك لازم تكسر راسك، لازم تعيا باش تغني جزائري. صحيح. دونك حنا عيينا على الموسيقى والناس دوكا يتاخذ فيها بسهوله، فمبروك على كل من انه يغني جزائري. نعم. ولكن يبقى دائما الفن جزائري وما يموتش. احنا ورقي اراقي برقي الفنان ليأديه في يعني اداء الاغنيه الجزائريه تتطلب مقاسات الصوت، الكاريزما. يعني انا كما نتكلم دائما على مدرسه الحان وشباب، كنا يتفكر لي فنان عبد الكرد يعني موقف ما ينساهش من صراله في هذه المدرسه. يلا الموقف اللي هو في الذكرى تاعك. والله رحنا لمصر. هاني ضحكتك. رحنا لمصر في القاهرة مكتظة بالجمهور والشعب، المقاهي معمرة، وحنا كنا يعني في حافلة سياحية، وكان معنا المشرف معنا حميد الله يذكره بالخير. جاء الشرطي بشي، حنا نقولوا حاوزنا، حنا يعني كامل جزائري نقولوا حاوزنا وليس صحتنا وليس زعقنا. ايه وحميد حب يهضر معنا بالمصرية، قال له انت عاوز تحاوزنا؟ قاتلي هذيك من اللي نتلاقاها، نقول له انت عاوز تحاوزنا؟ وخلي ذكريات، وتعاركنا مع بعضنا ونافط الدبزة، وبعد الناس تبكي وكل واحد يخرج الناس تبكي عليه. عصام وين في الطيارة احكي انا. هما اللي فاتوني في المدرسة. انا الطبعة الرابعة، هو الطبعة الاولى. بصح حكينا حاجة كي خرجنا احنا. نعم. انا كيما حسين عرفته جست بعد ما خرجت قبل 2007. 2007 كنت على تواصل مع بقية الطلبة. مش كامل. نعم. لكن البعض. ايه البعض. انا كي نروح للجلف كتبتوا صداقة مثلا. انا كي نروح للجلف ما نعرفش وين نروح، نروح عند حسين ولا صديق يعني صاحبنا اللي نحييه وراه معانا. مع ان الناس الجلفة قاعد تحبك، تروح لعندها تفتح لك الابواب من الباب. لا قلت لك يعني انا اسم الاحب الى قلبي نروح عنده، هو ثاني كي يجي يدهم عليا كما نقول. لا هو كان بصراحه انا نقول لك هو كي كان يجي الجلفه كان يريح في الاقامات الفخمه فقط. نعم. باش نكون معك صريح نقول صح. انا ما يحبش يجي عندي. بصح يروح نجي عنده هو كان يجي عندي ثاني المنزل داير ملي يسافر ما عادش يجي. لا عشنا مع بعض شبيك وعشنا يعني فتره طويله كيف طويله. وش نقول لك، يبقى طول عمره جان ماما 50 طن، يبقى جان برسك يحب الموسيقى، يحبها هي بعد ويحب مداخيلها، وما يحبش المشاكل اللي تجيها منه من واللي تجيب الهضره والقيروقه. وانا سما بقيت لو دوايا تاعهم باسكو انا الاول تاع الطبعه الاولى. صحيح. واللي ينجح نفرح له. صحيح. واللي يروح بعيد نفرح له، واللي عاودي واللي نفرح له، ونتلاقاو دايما وتلاقينا في شحال من حفله. وزدنا درنا يعني المناسبات الكبرى، الافتتاحيات الكبرى، سواء عاصمه الثقافه الاسلاميه ولا عاصمه الثقافه العربيه ولا الخمسينيه، يعني ابطال القدر عده ملاحم. عده ملاحم نقعدوا مع بعضنا بالاربع خمسة اشهر. نعم. يعني نعرفوا اسرار بعضنا الفنيه والشخصيه والمدنيه كما صح. حسين حبي فكرنا ايضا بحاجه راح نسمعوه. والله شوفي انا هما شوفي الحان وشباب دائما جماعه الطبعه الاولى هما اللي طاغيين في بيسر. كان عندنا واحد اسمه عصام كانوا دائما يحكوا عليه. ايه. عصام ماذا جلفاوي اللي كان معهم وفكاهي وفنان. فحكوا لنا واحد القصه صارت في اخر نهار في الحان وشباب، اللي هي نهار باسكو علاش الناس تعيش مع بعضها 3 شهور 4، ومن بعد نهار يتفارقوا. أيه. كل واحد يروح يشوف طريق. فنهار الفراق ما 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 حملش وما حملوش، كل واحد يبكي واحد كذا. من بعد كانوا فيه وزراء وكلش باش يهبطوا الاعلام تاع الجزائر في اخر المدرسة. يوم فوالا في المدرسه والناس تبكي وكلش. وكان عصام ما جاش معاهم لانه كان انسى روحه، هو دائما ما ينوضش بكري. كان في الغرفه. كان في الغرفه وكان يغني، الناس هاي تبكي برا وهو قاعد يغني في لاشامبر.
بعده جابوه بالسيف على حسب ما حكوا لي، قال لي غنوا قسما، ونهار اللي تكمل قسما ياك حنا نعرفوا بلي فشهدوا فشهدوا فشهدوا، ومن بعد سوبر بعدو شو يسموهم الكراش على كل حال. فهو دخل سامبال، سامبال هو دخل كونتر مع 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 سامبال في لوطون، بقى واحد يغني فشهدوا كما نقول، قال واحد وفشهدوا، قال واحد وفشهدوا في كل الحوش كلوا لينا نضحكوا ولا يضحكوا كاع معنا. قصة ثانية هاي لازم. نعم هي ذكريات من برنامج إياه. ومازال ومازال نعم. ومازال اون كور دو ديسكيسيون. وش رايكم ضيوفي نفكركم بلقطات من برنامج ألحان وشباب؟ يلا أنتم والمشاهدة حين شوفوا لقطات من مدرسة العودة إلى المدرسة تاريخ النجاح، يلا تفضلوا مشاهدينا. تحية لي كل تلاميذ المدرسة واللي اليوم راهم مع الزملاء تاعهم واللي كانوا كيف كيف في المرحلة التحضيرية لمدرسة الحان وشباب. هذه كانت سهرة النهائي للطبعة الأولى لمدرسة الحان وشباب، واللي فاز باللقب تاعها لقب الطبعة الأولى الكرد عبد الله. هنيئا له وهنيئا للتلاميذ. Des exercices vocaux, maintenant il faut pas les casser vos voix avec ces exercices, parce que les exercices, il faut que ça soit sous contrôle du professeur. Ça veut rien dire. Donc il faut que ça soit sous contrôle du prof pendant un temps. Il peut les faire tout seul. Mais donc il faut pas trop forcer. Attention. Hein. كانت هذه لقطات جميلة شارك فيها فنانة عبد الله الكرد وفنانة أيضا حسين بالحاج. هي ذكريات، وش تقولي لحظة تتويجك بالمرتبة الأولى في ألحان وشباب الطبعة الأولى؟ شوفي نشفع الكوستيم، نشفع على كيفاش كنت نداير، نشفع على من غنيت، صحيح نشفع على مع من غنيت، صحيح نشفع الأغاني. وكان بزاف الشك بأنه راجع مزيان هي اللي تربح. وانا هذاك الاسبوع الاخير وين كانت ليفالياسيون ديت احسن علامه نشفع عليها، غنينا مالوف ولا سما طاحت غنيه في الحاجه اللي نحبها انا. ومن بعد غنيت تولكينغ اباوت ريفولوشن دو تريسي شابمان، وغنيت حسين الجسمي، وغنيت الزين يا الزين مع فلا. المهم كل شيء كان ماشي مليح والحمد لله، يعني ناس صدراطه وسقه راس والشرق والناس تحيتنا كامل ناس صدراطه كامل وسقه راس يعني خاصه والجزائريين كامل عامه اللي صوتوا عليا، وكان بزاف داروا يعني خليه تاع تصويت يعني هي في بلادي والأهل في صدراطه تاعك كانوا حاضرين، الاهل عاونوني ايتو دونك نهار النسب بقينا كنشوفوا في الاكران طب تا 57 ولا 67 فاصل طار الفيستا طار الميكرو راحت الدنيا كلها في بعضها. هي لحظة مؤثرة جدا، جاني ننساها الفرحة هذيك لأنه ماشي غير قفزة دنيتك تحلت باش تكون تدخل في باب الأغنية ما قريك الواسع. بعد الحقيقة ما كانتش واش كنا متمنيين، لا لا ما كانتش واش قالوا لنا ماشي واش كنا متوقعين ولا متمنين، ما كانتش واش قالوا لنا او واحد من جنود الخفاء، جنود الخفاء وهنا ما يلحقوا لينا. كنت عليش. حاضر نعم في الساحه الفنيه الجزائريه بقوه وبقوه الحمد لله، يافي دي سوكسي كي سي سونت انشيني، نجاحات تداولت اللي خلاتني دائما في الساحه الفنيه. اللي غنيتها على الام هذيك اسمها الاغنيه هذيك عمري ما راح نقدر ندير وحده اكثر منها، ندير كيفها ونقيس الناس وديتو بموضوع شباب سواء اجتماعي ولا عاطفي ولا
بصح هذيك بالذات النهار اللي كنت نغني فيها كنت نغني على امي الله يرحمها وحطيتها في بالي وتشبعت بها وهي اللي عطتني الفيلينغ اللي حطيته في هذيك الاغنيه اللي نالت اعجاب نظن كامل الجزائريين كبار وصغار كي تقول لهم اللي رحت يما يقول لك الاغنيه ايام حين الاغنيه كبار. كانت من القلب الى القلب اي من القلب الى القلب هي شوفي هذيك الاغنيه عبد الله غناها كوم قدرت شنو نقول لك حنا صحابو ما قدرناش نعرفوا بلي هو اللي غناها يا تيلمو صح فيلينغ عالي فيها فيها احساس رهيب هذاك هو عبد الله الكرد فوالا واش هو احساس فناننا حسين بالحاج وهو يشوف هاد اللقطات اللي شافهم معانا من خلال البرنامج مسيناكم بالخير والله شوفي الحنو شباب هذيك شحال عنده دوكا بالك 10 سنين ولا من ساعه حتى لقطه فات فيها علاش لاني يعني كنت صغير وكان هذاك وين حليت عينيا في الفن دونك الناس اللي كانوا معايا خاوتي اللي كانوا عايشين معايا في هذاك الوقت وكلش ما والله حاجه انوبليابل ما ينساهاش الانسان مهما فات الوقت ما ينساش اول مشواره في التلفزه على شاشات التلفزيون أكيد الجزائري اكيد هو دايما كي نقولوا التلفزه دائما هي التلفزه الجزائريه اكيد لانه هي باش بدينا كاع فوالا وفنان عبد الله الكرد عنده اغنيه يهديها للمشاهد الكريم بهذا الامسيه من برنامج سيناكم والله مقطع صغير منها ولا ولا عجبهم الحن كملها نكملها ملي رحت يا هما فاتوا لي حين كبار ركضي هانيه يا هما وليدك ولد حلال وصبار ملي رحت يا هما فاتوا لي حين كبار ركضي هانيه يا هما وليدك ولد حلال وصبار ما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار كيما وصيتيني يا اما نتهلا في خاوتي صغار ما تخافيش عليا يا اما يبقى راسي مرفوع مهما صار كيما وصيتيني يا اما نتهلا في خاوتي صغار كنا في دار وحده لمتنا انا وخوتي عايشين فيها وكي رحتي شحال تعذبنا يما وكل راح يما في جهه خليتيني ملا بيك عايش في ظلمه ناس تلغالي من اليتيم عايش مقهور بهذه الكلمه انا كون كملت فنان عبد الله الكرد نعاود نكمل نبكي انا هو احساس قوي صوت نابع من القلب يعني لو تحكي ما هي صدى هذه الاغنيه بالنسبه لك والله هي ده كانت ليها صدى كبير لدى الجمهور الجزائري الكبير والله هي يعني تبدا من قوه الكلمات اولا وحقيقة الكلمات وقوة الكلمات وحقيقة الكلمات وزيد كانت تجسدت هي الناس شافوها وسمعوها وسمعوها وشافوها يعني صحيح هاك وهاك وزيد اللحن كان سهل يعني سهل ممتنع واستيعاب يعني فاسيل واللحن يليق بصوت الفنان عبد الله الكرد لانه اللي لحنه تونسي وانا من الشرق صحيح ما نتفاهموا شويه صحيح. لانه الحدود الموسيقيه تختلف على الحدود الجغرافيه نعرفوا بلي عندنا بزاف تراث مشترك
والإنسان والحنجرة تاعو وعلى واش تربات. وزيد يعني الإحساس اللي أعطيته فيها الحمد لله وفقني يا ربي سبحانه، لأني قصت كامل الناس والناس كامل تعجبهم. كاين اللي يقولك بكيتني، كاين اللي يقولك توحشت يماني حاب نجي نشوفها، كاين اللي يقولك الأم ولدي كان عاصيني ومن بعد ركح وترزن وهي أولا وآخرا وحياة وموت الفنان هو أنه يقدم رسالة، يتخصمي الميساج ويلحق ولو يكون واحد في حياته يبقاو الناس يتفكروه به. صحيح. وهذا هو الهدف يعني. صحيح. الهدف حاجة خلاص. والهدف ناجح الحمد لله يا رب. هو تألق بعد تألق، عمل بعد عمل، وتمسك فنان حسين بالحاج بالأغنية التراثية. أكيد. نعم. وش سر هذا التمسك؟ هل هو لانتمائك من مدينة معروفة بأنها تحافظ على عاداتها وتقاليدها، أو أن السر أن فنان حسين بالحاج متأثر بالأغنية التراثية؟ يا شوفي، الشاب كيكون راح يقدم نوع من الفنون يحب دائما يشوف حاجة عالمية هذه معروفة. ولكن شغل احنا جينا، انا واحد من الناس جيت بالعكس، شغل حبيت نغني انجلي فرنسي ما عرف شنو كذا، نروح بعيد تا تا تا. بعد متالي وش لقيت بلي التراث نتاعك هو كل شيء. انا عاود درت هاك، فكي رجعت بقوة التراث، وليت نسمع بزاف التراث سورتو النايلي. النايلي احنا عندنا حاجة كبيرة. نعم. لما ناحية حاجة تراثية، اكيد حاجة تراثية وحاجة معروفة كبيرة. نعم. ومعروفة وخصنا نحافظوا عليها، والكلمة الراقية واللحن الراقي. اكزاكتو. نعم. هذا هو المشروع، الكلام الموزون فوالا، الشعر الملحون فوالا. لانه احنا شوفي كلها قافية سورتو في النايلي. النايلي شغل كلش ماشي مع بعضه، اللباس والتقاليد والماكلة والغناء، شغل تحسي مروح واحدة. فهمتي كيفاش؟ معناتها الفن النايلي حاجة مقدسة بالنسبة لي. نعم. فمهما نغني ستيل واحد اخر، مي دايما نتشبث بالستيل النايلي. وش رايك تغنينا اليوم؟ اكيد اغنية في التراث او عن التراث. اكيد نغنيكم قادر يا قادر، اللي هي اللي نحيي بالمناسبة عمي اللي هو صاحب الاغنية، مدني فارس. نعم. ونطلب من التلفزيون الجزائري حاجة برك. تفضل. نهار يعطيني أرشيف تاع عمي فارس اللي غنى أول من غنى في الإذاعة والتلفزيون الأغنية النايلية المعاصرة. نعم. فإن شاء الله يجي نهار وندي الأرشيف ونفرحوا به. وراح تكون إن شاء الله. أكيد. يا رب. هو بالمناسبة هو متشوق بزاف باش يكون معنا في واحد. إن شاء الله يا رب. مرحبا به، وأبواب التلفزيون الجزائري مفتوحة ليه، وتحياتنا ليه. أكيد. من ألف نحيوه ونغنوا له أغنية تاعو. يلا تفضل. سيدي ربي طالت الغربة بيا، عياني ذات روحي ضاقت فيه، شاهي نخطر شور خواضت مايا، حطمت قلبي العيش مرا عليها. قادر والشيخ عبد القادر ورجال الحضرة، يا مريض مالي قادر داوي نبرة. هاي قادر يا قادر والشيخ عبد القادر ورجال الحضرة، يا مريض مالي قادر داوي نبرة. قادر يا قادر والشيخ عبد القادر ورجال الحضرة، يا مريض ماني قادر داويني نبرة. هاي قادر يا قادر والشيخ عبد القادر ورجال الحضرة،
يا مريض ماني قادر داويني الأبراح هو ما جاش عبد القادر حني حني ما جاش بودر بالا عليه نغني ما جاش عبد القادر حني حني ما جاش بودر بالا عليه نغني ويجيني والله لا لا اي لا 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 جيني والله لا لا اي لا 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 اي مره يجيني فارس على عودي تهنياي قادر بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. يا قادر والشيخ عبد القادر جل الحضرة يا مريض ماني قادر داويني نظرة قادر يا قادر والشيخ عبد القادر ورجال الحضرة يا مريض ماني قادر داويني نظرة الله
هاي نايل يا نايل والشيخ سيدي ناير ورجل الجلفة يا مريض ماني قادر داويني نبرة هاي نايل يا نايل والشيخ سيدي نايل ورجل الجلفة يا مريض ماني قادر داويني نبرة. أغنية من التراث الجزائري الأصيل قادر يا قادر بصوت الفنان المتألق حسين بالحاج. بهذا مشاهدينا لحقنا إلى فقرة التراث، نلتقي بعد الفاصل. في فقرة تراث مشاهدينا رايحين نروح مع زميلتنا رميسة معزوزي، رايحين نتعرفوا على واقع الصناعة التقليدية والحرف بولاية بومرداس، ونعود نوليكم. يلا تفضلوا مشاهدينا. تزخر ولاية بومرداس بثروتها للصناعة التقليدية الحرفية والفنية، وتعد مصدر رزق لدى الكثير من الفئات الحرفية بفضل الإبداع والمهارة في الصنع المتميز لدى الحرفيين في مختلف التخصصات. هذا ما أكده مدير الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ببومرداس سعد آيد زروق. ولاية بومرداس على غرار الولايات الأخرى تضم أكثر من 4685 حرفي وحرفية ناشطين في مجالات الصناعة التقليدية. مجالات الصناعة التقليدية هي ثلاثة: مجال الصناعة التقليدية الفنية، وعندما نقول فنية فنقصد بها صناعة السلالة، صناعة الفخار، صناعة الحلي التقليدي، صناعة الزربية التقليدية، صناعة المنتجات الخشبية، حرف الألبسة التقليدية، وكذلك حرف صناعة الحلي التقليدي، وكذلك صناعة الفخار التقليدي، وخاصة صناعة الخزف الفني اللي مشهورة كذلك بها مناطق ولاية بومرداس. هذه الحرف كلها تدخل في إطار أولا الثقافة اللي تشهر بها المنطقة، وكذلك تخلق يد عاملة وتخلق مؤسسات مصغرة في هذه الحرف، حتى يعني الشباب يلقوا العمل ويلقوا الرزق اللي يسترزقوا يعني من هذه الحرف في ولاية بومرداس. كما تعتبر غرفة الصناعة التقليدية والحرف بالولاية مركزاً للتبادل والإنتاج من خلال مختلف المنتوجات الحرفية التي تسهر على تقديمها أنامل ذهبية، ساهمت بشكل كبير في حماية هذا الموروث التقليدي الأصيل عن طريق المشاركة في دورات ومعارض ترمي أساساً إلى تشجيع المواهب في مجال الصناعة التقليدية والحرف اليدوية وتسويق مختلف منتجاتهم الإبداعية. نقوم بمجهودات في هذا الإطار، في إطار الحفاظ على هذه المنتجات حتى لا تزول. وكيف يكون الحفاظ؟ أولاً بفتح فضاءات لهؤلاء الحرفيين للترويج والتسويق لهذه المنتجات التقليدية من خلال مختلف المعارض المحلية، الجهوية، الوطنية، وحتى المعارض الدولية التي تقام خارج الوطن. هذا من جهة، من باب التسويق. كذلك تكون مرافقة للحرفيين والحرفيات في إطار آخر، وهو إطار حسن تسيير المؤسسة. غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بومرداس ترافق هؤلاء الحرفيين في هذا المجال، مجال التسويق، مجال الترويج، ومجال التكوين في هذه التقنيات، في مجال تقنيات التسويق. وبهذا تهدف الغرفة إلى إعطاء الشباب فرصة للاستثمار والتعريف بمختلف المنتوجات التي تزخر بها الولاية للنهوض بمؤسسات ناجحة. نحن ندعو كل الشباب وكل مواطني أن يتقربوا من غرفة الصناعة التقليدية والحرف، وأن يتابعوا غرفة الصناعة التقليدية والحرف من خلال مواقعها على التواصل الاجتماعي، ليتعرفوا على خدمات هذه الغرفة، وليتعرفوا على التكوينات المقدمة من طرف هذه الغرفة، وليتعرفوا كذلك على البرنامج الذي تقدمه الغرفة من خلال
ولا في مجال التسويق وفي مجال الترويج للمنتجات التقليدية حتى يستفيدوا من خدماتها وحتى تصلهم المعلومة في وقتها ويكون لهم الدور في الحفاظ أولا على هذه التقاليد وهذه المنتجات التقليدية أولا، ثانيا أن يكون لهم دور في أو أن يلعبوا دور في الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وخلق مؤسسات ناجحة وخلق يد عاملة لقاطني وشباب وشابات ولاية بومرداس. تبقى غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية بومرداس حريصة للترقية والتطوير بالقطاع إلى جانب تسهيل إدماج الحرفيين للترويج للخدمات. كان هذا واقع الصناعة التقليدية والحرف بولاية بومرداس، كانت تألقت فيها زميلتنا رميسة معزوزي ومعانا ضيفايا اللي راحين يحكيونا كل واحد من منطقة، كل واحد راح يحكينا على منطقته الخاصة. نبدأ بفنان عبد الله الكرد، حكينا على عاداته وتقاليده، وما تنساش هذه القاعدة التقليدية الأصيلة اللي مسيناكم بالخير اليوم تبت برنامجها من دار الثقافة رشيد ميموني. يعني نشكر دار الثقافة بالمسؤولين تاعها على حفاوة الاستقبال والديكور. نعم. هذا الشيق والشهي اللي رانا نشوفه فيه ومكننا شاكله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نشكر يعني دار الثقافة رشيد ميموني على الاستضافة هذه. فيما يخص يعني عاداتنا وتقاليدنا، يعني احنا في البرد نصبحوا بعصيدة صح مليحة كونسيستانت بالزبدة عرب صحيح وبالسكر، وكاين يحبوها بالزيت زيتونة كما وتمد القوى الكاملة باش تجوز نهارك كامل، نقولوا جوز حتى الثلاثة هكا تاع العشية، ولا إذا كان نهار يعني نهار بارد 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 نديروا عيش، عيش كبير قصعة تاع عيش كيما يقولوا احنا بالخليع. نعم. عم بك الخليع واش هو؟ نعم. اللحم المجفف. مجفف نعم. والمقدد. اللحم المقدد. الملح والقديد. القديد. عيش بالقديد تسمى صوص روج الله الله على الاخر. سخون. يصبوا له الحليب. ويتكل سخون. مهم تاكل وتمسح في جبهتك، تاكل وتمسح في جبهتك. يعني اخر مرة بقينا كليت العيش عندها واحد ربع سنين. ايش هو المردود عندنا واقع؟ هو المردود صحيح ما نعرفش واش اسمه عندنا المردود هو قاعد كي هذاك هو بركوكس خشين ايوه هذاك العيش تاعنا بركوكس نعم كل منطقه والاسم تاعها الخاص. عندنا الكسكسي احنا كيما نقولوا كاين الكسكسي احمر وكسكسي ابيض اللي نحبوا نطيبوه يعني بزاف، والشربه هذيك سي كوم اون اونتري لي بلا كل شربه جاري كيما نقولوا احنا يعني كاين يقولوا اي سوب دو ليغوم احنا نقولوا لها جاري تاع الفريك صحيح شوربه فريك صحيح. هذا يعني من سوق هراس نروحوا للجلفه يا نسافروا السناي مازال صح عندنا البراج الله يبارك عندنا المقروض بصح المقروض ماشي تاع المقله المقروض تاع تاع بلاطو كبير ويديوه زعما الكوشه يطيبوه هنا تما في العاصمه وبومرداس وضواحيها يديروا مقروض بصح في المقله ونسبه الغرس فيه كتجي صغيره احنا لا احنا نص نص كي البراج كي صحيح كي المقروض وكي شهيتيني وانا راح نروح فيها خلاص راح الريجيم خلاص وراح يروح الريجيم والبراج راح يجيوك ان شاء الله ان شاء الله البراج ان شاء الله من سوق هراس نسافروا الى الجلفه باش نتعرفوا على عادات وتقاليد منطقه الجلفه باش برك القهوه تاع التلو هذه راح يتكلم لنا على تفاصيل هذه العادات فنان حسين. شوفي انا نظن بلي انا مشيت كاع في قطر الوطني في بلادنا الحبيبه و واش تبلي ما كاش اون غران ديفيرونس ما بيناتنا نعم. شنو بالك يختلفوا في الاسم ولا صحيح. ولا لا دوس تاع المقادير كما نقولوا انا ما نشوفش الاختلاف انا نشوف دائما التعدد تتعدد العادات والتقاليد كل منطقه عندها عاده خاصه لكن كما تشوف تفاصيلها تلقاها متشابهه مع الولايات الاخرى اكزاكتومون كما قال عبد الله قال لك في الشرق يقولوا بربوشه احنا نقولوا مردود نعم ايه وحنا ممكن في عدو كاين يقولوا البركوكس كيقولوا بركوكس فوالا حنا عندنا نقولوا مردود والمردود هذاك فاش يندار يندار في الشتاء وباين باسكو يجي سخون وحار ونزيدوا معاه الهرماس صحيح فوالا الهرماس لازم وشنو حنا عندنا حاجه سبيسيفيك بالجلفه اللي هي فوالا اللي هي شغل حنا لي صوص جينيرالمون والمرقه كلش تجي شويه حلوه
فوالا تجي شويه هو ميم في الطعام اللي تقولوا له كسكس كسكسي نقولوا طعام وطعام يكون بالدهان يكون بالدهان اكيد يكون بالدهان العتيق تحيتنا كامله سجل فرحنا وكلينا الطعام تاعهم عذاب عذاب فوالا كيما الجلفة معروفه باللي بالماشية وكلش صحيح المشوي فوالا عندنا احنا اللحم حاجه ساكري نعم الخروف المشوي هذه حاجه شغل تقابلوا بها الضيف تاعكم اكيد ما فيهاش نقاش هذه كي مش عارف اش صار لازم الضيف ياكل الخروف المشوي صحيح يا عبد الله لازم يروح وياكل فوالا وعندنا في القهوه ثاني احنا لازم باغ اكزومبل هذه القهاوي التجاريه ما يدوروش عندنا احنا في الجزائر نعم. احنا لازم نحمصوها وحدنا صحيح لازم نشرو قهوه خضراء ونحمصوها تكون طبيعيه فوالا ونرحيوها وكلش كذا باش نقدروا نشربوها ما نقدروش نشربوا قهوه واحده اخرى كاع صحيح ايه انا خفيف وطعم خفيف من اول حاجه انا اللي عانيت منها هنا في الجزائر العاصمه كي سكنت صحيح القهوه ما قدرتش ما لقيتش قهوتي واش قدرت توالف والو ما قدرتش وعندنا قهوه واحده اخرى اللي اسمها فراره اللي هي اصلها تركي تركي ايه اللي يقولوا لها الجزوه ياك تقولوا لها فوالا احنا يديروا قهوه مخلطه هاك مخلطه في الماء ديريكت فوالا وتجي ديريكت في الماء وتشرب هذه عندها نكهه خاصه والقهوه بعتوها لكم من الجلفان انا قهوتي نجيبها معايا دائما دائما ما الله يحفظها حياه بمناسبه تحياتنا للوالده الكريمه نعم دائما توجد لي القهوه نتاعي مرحيه وكلش نجيبها لازم الدار لازم هذه حاجه صحيح والعاده يعني هو تبادل ثقافي تراثي جزائري في جزائر وحدة تجمعها تراث واحد وثقافة واحدة يعني الميزة الخاصة بناس الشرق يلا تفضل عبد الله الحار الحار الدنيا كل حارة والدنيا كل سخونة والماكلة هذيك هي البنينة لا أنا حتى أنا مشيت كل ما تروح من الشرق للغرب من الشرق حمراء تبدأ تبيض تصل للغرب تصفار تصفار صحيح تهبط لتحت للصحراء ثاني تصفار انا هكا شفت تحيتنا كم ناس الجنوب اللي عم يشوفوا فينا الجزائري نعم كامل يطيبوا بالدجاج وباللحم بالبقري وبالغنمي نعم الناس يحبوا يعني اللحوم يعني لي فابل يعني بال لي فيوند بلونش يحبوهم وكاين اللي يحبوا لي فيوند روس كيما في الجلفه خروف فقط ما تحكي حتى حكايه واحده اخرى وكي تطلع مثلا قسنطينه يحبوا اللحم بقري واحد دونك والحلو ماشي كيف كيف الحلو تاعنا احنا سامبل نعم تاع الشرق سامبل الى كروكون هذاك ولا مقروض ولا براج ولا بسيطه ولا رفيس احنا رفيس تونسي هو تونسي بصح قلت لك حتى العادات والتقاليد يجبد التراث الجزائري ايه. نعم كيما هم يمشي يقولوا له واقيلا الكعبوش عندنا كعبوش وعندنا الكعبوش هي نفس الـ نفس الـ المقادير نفس المقادير الغرس وسميد محمص وزبده الله الله وكاين واحد اللي يديروه لوزونج وكاين اللي يديروه هكا كاين يديروه واحد اسمه كعبوش واحد نقولوا لهم الحراريف حراريف هكا دوك الحراريف هكا يتشدوها الكعبوش هكا مدور ولي لوزونج اللي يديرهم والرفيس حاجه اخرى عندنا ما احناش مثقفين في التراث لا 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 بس بينا نحتاجكم في فقره التراث ان شاء الله يلا نطعيطينا كرونيكر مالنا في فقره التراث ان شاء الله يعني مرحبا بكم احكينا كل ما تمشي اسمحي لي كل ما تمشي لقسنطينه سطيف تساير بليده سورتو بليده سورتو بليده الكاطو عاطيين له الجماليه صحيح كبير صحيح صحيح خصوصا هذوك القنيدلات تحيتنا كامله طايح فوق الدروج تكي على الحيط هذم كل لازم قاطوات اسامي يعني معروفه بحلويات تقليديه كي تروح بالعصر انا كي تروح شويه للغرب يعاود يرجع سامبل صحيح يعاود يرجع سامبل لك هذاك اللي ما كانوا سامبل هذوك اللي يخدموهم بكري خلا المغربيه والغربيه هذا واش كاين زيد واش عندنا حاجه اخرى الكيكات سي ان غاتو كي ني با ترو سكري كي زونج افيك دو تي يجيو هكا مدورين ويابسين لازم تغمس ولا وحنا في الشرق عندنا الفطاير الفطاير هكا كعجينة دور ديريكت صحيح العجائن كيما في الجلفة مسمن احنا نقولوا له لا لا هاو المسمن هذا مسمن هذا مسمن سفنج سفنج نقولوا سفنج احنا نقول سفنج صغير ايه هو سفنج الفطاير تجي هكا كبيره باسكو يدير لها هكا هكا ويدورها ويدورها تدور في الزيت تكبر سفنج هذا احنا نديروه مالح ماشي حلو وهنا في العاصمه ومرداس ياكلوها حلو مسمن يجي بالعسل ولا كونفيتير ولا ما باليش عندنا احنا هذه نديروها اون فارس اون صوص طوماط افيك دو لونيون لا لا
نحطوهم نغلقو عليهم حاجب. اه تولي محاجب. واذا تفتت تولي شخشوخه. اذا تفتت تولي شخشوخه الناعمه. واذا دار لها العسل والدهان تولي احنا شنو نقولوا؟ واش يقولوا؟ رفيس. لا لا مش رفيس، احنا نقولوا له حاجه اخرى نسيتو. فكروني شنو نقولوا له احنا؟ فتات. فتات فوالا بالعسل والدهان. بالعسل والدهان. حكينا على البدايه، حكينا على العادات والتقاليد. وحكينا على الماكله. وحكينا على الماكله اللي تدخل في العادات والتقاليد، كل واحد فيكم عنده عمل وبرنامج شارك فيه عربيا، كان له الفرصه من خلاله يكون ويروج للاغنيه الجزائريه وللاسم الجزائري عربيا. واش تقول لنا على هذا التجربه؟ انا رحت قبل حسين ونشفع على حسين، كان يعيط لي ويقول لي كوراج لي. كان يشجع فيك وانت شجعته كيما هو يقول لك هو من بعد. الله غالب ما سعفنيش الحظ، مرضت ثم عملت في في في, في الفندق فيتنس وخرجت للريحة تغلقت، ما قدمتش مليح الله غالب ما سعفنيش الحظ، بصح بالهضرة وريت باللي الجزائر غنية حتى في دول أخرى رحت وغنيت ويعني شرفت بلادي الحمد لله يا رب. كنت مستاء واحد تقول له ام فروم الجيريا يقول لك نيجيريا، يعني عيب كبير خطاك احنا ثقافتنا ماناش نصدروا فيها. صح. خطاك احنا السينما تاعنا ماناش نعاونوا فيها باش تخرج وتدي جوائز، لانه يعني الدوله هي اللي تقدر تروج بتراث البلاد. دونك انا يعني بالامكانيات البسيطه اللي كانت عندي حاولت اني بار يوتيوب ولا بار انترنت نوري لي كات كوان دو لانجيري، وقلت لهم هاو الشرق هاو الغرب هاو التل هاي الصحراء هاو البحر هاي الثلج هاي الصحراء هاي المطر هاي الجزائر. قالوا لي سي ان كونتينون ماهيش هذه قاره ماهيش بلاد. قلت لهم لا هذه بلاد وشوفوا. يعني بين الآ والان نيجيريا فاقتنا في الثقافه عالميا، يعني وحنا قاره وحدنا افريقيا اللي نحنا وحدنا. صح. دونك كنت جد مستاء وحاولت يعني باقصى ما نقدر اني نوري لهم، وحتى اللهجه تاعنا كنت نهضر ونقول لهم وضع زيت مين في كلمه وضع زيت مين الكلمه الفلانيه. وجو بونس كو حتى هو قعد اكثر مني في بيروت وجاب حتى هو راح حتى هو البلدان الاوروبيه وصرى له نفس المشكل وحس بنفس الشحنه ودار نفس واش درت انا. نعم هي تجربتك الخاصة فنان عبد الله الكرد. وحبينا نسمعوا أيضا فنان حسين بالحاج تجربة، ماذا أضافت لك هذه التجربة؟ شوفي قبل ما تضيف لي وش ضافت، وهي تجربة رائدة. نعم أكيد الحمد لله الحمد لله يا ربي. هي التجربة هذه كانت ناجحة بكل المقاييس. نعم. إلا أنه كان نقطة مهمة كما قال عبد الله، الترويج للموسيقى الجزائرية والتراث الجزائري خاصو مجهود اكثر. صحيح. باسكو علاش؟ حنا وحدنا ما نكفوش. انا واحد من الناس كي مشيت للبنان ما لقيتش حاجه نقدمها ابار اني نكون جزائري. صحيح. فمن تراثي من اغاني تاعنا من كل شيء لقيت باللي صح حنا نكزيستي وحنا نقدر كيما هم يغنيوا الراس حنا نغنيوا الراس، كيما هم البياتي حنا نغنيوا بياتي. وهذا الشيء يكفي بانكم كنتم سفراء للاغنيه الجزائريه. يعطيك الصحه. مش بالكفايه لان ما كناش مسنودين. انا نشفع عليها كانوا معايا ناس ليبيين كانوا سبفونسيوني من الدوله. اكيد. انا نحكيك نشحوا في الاخر ما سبفونسيوني من الدوله. شوفي هي المهم انه نروجوا لثقافتنا الجزائريه، هذا هو الصح. انا كنت دائما نحب نتهرب بحكم اشياء خاصه نعرفها انا، ولكن لقيت دائما باللي الثقافه الجزائريه وغناء الجزائري والفنون الجزائريه بطبوعها كامل هي تخليك توصل. ايفكتيفمون كيما هاك وصلت دومي فينال. وصلت دومي فينال وبالصوت نتاعي بمجهودي بحفاظتي وصلت وين ماري النايلي باللبناني. نغني موال نايلي وندخل في اغنيه لبنانيه ومشات ودارت رواج كبير. احترافيه. نعم. اكيد. هي لولا التراث تاعنا اللي كان ما نقولكش متقارب، هو صح تحسي ما يتقاربوش، ولكن موسيقيين يتقاربوا بالسيف لانه موسيقى لغه عالميه. فدرت مجهودي اني نقدم مش كاين، حتى وكان الحمد لله الناس اللي كانوا متابعيني والناس اللي كانت تفوطي عليا مالغري كان لو فوت كان صعيب. كان صعيب بزاف. علاش صعيب؟ لانه كان ما كانش لي زوبيراتور تاعنا باش يقول لهم متعاملين الهواتف النقال الجزائريه كانوا مش عاطين رقم انه ناس تصوت بخمسة دينار. نعم. فقط وصلت ناس انه ولات تصوت حتى ب 1500 دينار. صحيح. من عبر واحد من زوبيراتور العالميه هذيك. نعم. يشقاهم ساكن يعيطوا باش
هذا قاع حبا في الجزائر. صحيح. حبا في التراث الجزائري، حبا في شاب جزائري حبيبان في العالم. صحيح. فهذه ما ننساهاش. نعم. ننساش الشعب الجزائري وفواش وقف معنا ونفهم. نعم. بعضنا مليح، ولكن لو ديفوار تاعنا دوك احنا في الجزائر، الواجب تاعكم. نعم. الواجب نتاعنا انه يكون لازم نقدموا كاع واش كاين، نضحيوا بنفوسنا ونضحيوا بطاقتنا وبشبابنا وكلش، ولكن انا دائما نقول على السلطات الجزائريه انهم يقدروا الفنانين الجزائريين ويدعموهم. نعم. بلوس خاصه الناس اللي مشات اللي حاولت تمشي اترافير لو موند ويقول انا جزائري ونغني نايلي ونغني شاوي ونغني عاديه. فانا مش حاب منه وجاي ولدي، باسكو انا دائما انا من عائله فنيه، جدي يغني، عمي يغني، بابا يغني، انا نغني، ولدي اكيد راح يغني على بالي ان شاء الله يا رب، اكيد راح يغني، وانا مش حاب ولدي يجي نهار يغني ويتعب. انا تعب معنوي ما نحبوش. نعم. تعب جسدي نحبه، بصح معنوي لا طلع لي مورال، عاوني، عاون الشاب، عاون الشاب الجزائري. نعم. انت تقول الشاب، الاصوات الفنيه الشبابيه، الشيء اللي يميزهم انها تتقن الطرب الاصيل. فعلا. وتتقن اللغه والطبوع. فعلا. طبوع الاغاني الجزائريه، لكن العكس بالنسبه لهم، الطابع الجزائري هو من الممتنع السهل. عبد الله يقول لك بالك فهمك عليها. لانه ما سمعوهش، لان احنا ما روجناهش. نعم. ولا احنا نغنيو درك لبناني مغربي تونسي مصري. عندنا سهل كلشي، قوه اعلامهم وصلت لنا، وحتى الاذن ماشي سهله، حتى الاذن تاعنا تربت، حتى هم طبعهم ماشي سهله. احنا تلمو تعلمنا تاعنا وتعلمنا تاع الغير سيك عندنا باجاج اللي كيبين لنا باللي صعيب عليهم. لا ماشي صعيبه، حتى كون كان صغير يسمع في احمد بهبي ولا بلاوي الهواري ولا السيده زليخه. لو كان الاعلام هذاك الوقت كان بنفس قوه الاعلام تاعهم، لو كان اونيتي اكزيكو في تصدير الثقافه الجزائريه. من اني نهضر لك غير عن الموسيقى، لان احنا اصحاب الاختصاص، نهضر لك حتى على الشخشوخه وعلى المقروض وعلى الكسره وعلى هذا. صحيح. علاش احنا نعرفوا البرغل ونعرفوا التبولي ونعرفوا ما نعرفوش مش نعرفوا الرفيس، وهما ما يعرفوش الرفيس، لانه التصدير يعني التصدير تاع الثقافه اللي تعمل معنويا، ماهوش انا راح نهزو كونتينر تاع رفيس نديوه، نو مي نوريو عبر الاعلام ونوظفوه في الشكل في اغانينا في انا كنت مره في الولايات المتحده الامريكيه، شوفوا زربيه كيماك يقول لك موروكان ستايل، ذا موروكان ستايل، يقولوا لا صحيح، هذه مغربي كامل، المغرب العربي. نعم. ايه، وحنا متوسطين منه ومن، يعني احنا اللي لامين لابار الكبيره عندنا، لابار الكبيره عندنا احنا، كيشوف الكسكسي يقول لك يشوف بونكات فوقها مطرح ولا كولور، هذه يقول لك المخرجين ستايل. المخرجين العرب كيما يشوفوا فنانين كيما انتوما، كيما شافكم المخرج كراكلا في ملحمه ابطال القدر، كان معجب كثير بهذه الاصوات الواعده، هو يعني كان معجب من جهه، هو يعني جاء من العمل وكان مجبور عليه انه يستعمل يعني ولا يستخدم ولا يفي باغ des artistes algériens. احنا نهضروا الصراحه يعني، وحنا كنا في المستوى وادينا واش طلبوا منا، مع الرغم يعني كل الرغم باللي الالحان كانت مشرقه اكثر، لانه لا غالب هو جاب باجاج تاعو من هنا. صحيح. ما جاش وخلق ولا الى كري موسيقى من هنا. من بعدين كي عملنا المشروع الاخر اللي ما كانش معك راك الله، كاين قسمتينا، افتتاح عاصمه الثقافه، افتتاح عاصمه الثقافه مع فوزي بن ابراهيم، ملحمه الجزائر، ملحمه الجزائر درنا يعني اغاني تاعنا، وانا حسيتها اكثر يعني صراحه، هذيك اكثر انا حسيتها اكثر ملحمه الجزائر، انا عندي وقت اكثر، انا ملحمه الجزائر حسيتها احسن ابطال قدر. علاش؟ لانه تقدر تقولي 100% جزائريه في كل شيء، إخراج، تقنيين، المكان، فعلا مؤطرين، راقصين، حتى المغنيين. حتى المخرج بن ابراهيم يتقن لغة المصر، هو ثم كان اسيستون. شكون المخرج؟ كان عيساوي. عيساوي الله يذكره بالخير. عيساوي الله يذكره بالخير. نعم. شكون كان ملحن معنا؟ فقيرة كان اللي دار الموسيقى طيب دريفول. طيب دريفول دار الموسيقى. قلت لك يعني حبذا لو باش الناس تعرفنا نعرفوا روحنا، ما يجيش واحد يطبطب عليك يقول لك انت شكون. صحيح. لا، اخرج وقول له انا شكون. لو حبد المشاهد الكريم يحب يسمع كل واحد فيكم بصوت واداء وطابع شرقي عربي،
تبدا انت نبدا انا معليش تفضل تفضل مشكور واش راح تخير للمشاهد الكريم راهو يشوف فيك خلال القناه الاولى اغنيه قديمه للنجم صابر الرباعي يلا تفضل يا سلام تحكي على الغربه وكي كنت صغير في الحانوت وتحيتنا الكامل ناس احبابنا وناسنا اللي متواجدين في ديار الغربه نقول لهم هذه تحيه خاصه من عبق التراب الوطني لكم انتم يا من الغربه عانيت ليالي وحداني في بر بعيد خايف لو نحكي مجرالي يا امي ما الاحزان تزيد يا امي ما طالبي غيابي وعدي ومصدر في كتابي ومشتاق وفي شوق عذابي صبر زعما الصبر يفيد يا ريان حرامي كفاية من العمر اللي راح خليني من بعد عنايا نتهنى ونرتاح ومن الغرب عانيت ليالي وحداني في بر بعيد خايف لو نحكي مجرالي يا عمي ما الأحزان تزيد عجبني الصوت تاعك وعجبني العرب تاعك الله يسلمك ما شاء الله عليك وش حيقول اش حيرد عليك فنان حسين بالحاج وجوني مار هين كرهت ومليت زادت محاني في هاد الغباح وجوني مار هين كرهت ومليت زادت محالي في هاد الغيبة أنا تمنيت اللي رايح لبلادي يوصل سلامي معاه جوني مار أنا كرهت ومليت زادت محالي في هذا الغباء شكرا سمعناك أكابيلا فنان حسين بالحاج حين سمعوك مع الفرقة الموسيقية في أغنية أنت تأديها يا فارس الطام للبهجة روح يا خليلي شظف منا بلا مقام للزهرة روح عيد رسلي توصل مرفوفة الحزام آه في وهرا ساكنة غزالي الأزرق شنواح اللجام يتحومل صيد جاي فالي سرج يا فارس الطام سرج يا فارس الطام قرصان البحر كان عام وإذا سكناه الريح يجلي يدوي من لطة القدام طبع القمان والمشالي قبل لا ينفج الظلام اسرنا بنرى وبيت سالي بشربك إنسان المدام وتلقات ارجلي سرج يا فارس المطار سرج يا فارس المطار
وسرج يا فارس النطام للبهجة روحي يا خليلي شظف منا بلا مقام للزهرة روح عيد اسلي توصل مرخوفة الحزام في وهرة نساك لاغتدي لزرق شلواح النجام يتحول صيد جاي فالي سرج يا فارس النطام سرج يا فارس النطام سرج يا فارس التام أغنية سمعناها بصوت الفنان المتألق حسين بالحاج أداء متميز يعني وأعطيت لها الطبعة الخاصة تاعك فنان حسين الله يحفظك يعطيك الصحة ميرسي بوكو يعني كيفاش حبيت هذه الأغنية والله هي شوفي هي أغنية بروبوزات لي في من فريق عمل تعاملت معه من قبل نعم قالوا هي لو بيت باش نحكموا شونسون قديمه ونحطوها جديده فوالا فقررنا ان نديروا هذه الاغنيه لاحمد وهبي اللي هو عميد الاغنيه الوهرانيه الله يرحمه بيان سور اللي خير هذه الشونسون باسكو صعيبه بزاف ومش سهله في المقامات تاعها وفي طلعاتها وهبطاتها وكل شيء فقررنا نديروها بحله جديده وعاودتها بطريقتك اكيد وحطيت فيها اللمسه تاعي بيان سور نعم ولقات رواج كبير الحمد لله من بين الفنانين هاد من بين الفنانين متأثرين بهم حبينا نعرفوا شكون هما الفنانين اللي راهو متأثر بهم الفنان حسين بالحاج الله يشوفي انا نسمع بزاف موسيقى نسمع كل طبوع كل طبوع كل طبوع مي تأثر بشخص ما كانش ايه ما كانش لانه وفينال لازم الانسان يكون عنده ايدنتيتي تاعو إذا تأثرت بواحد راح تكون كما هو أكيد فلازم كل واحد يكون وحده هذه البيت ولا صحيح وده نروح الفنان عبد الله الكرد حبينا نعرفه بالك عنده مشروع في إعادة أغنية الفنان ربما يحبه هو يعني الشيء اللي داره هو في إحياء تراث وإحياء أغنية درته أنا وراح يخرج يعني هذه الأيامات وعملت يعني ستيل جديد كيما الموسيقى الالكترونيه وحطيت عليها صوتي مع دي جي معروف في هذه الايام القليله القادمه راح تشوفوا الكليب لانه درناها على طريقه كليب وامام احياء التراث واحياء الاغنيه عملناها على طريقه كليب جميل جدا راح تشوفوه على قناه اليوتيوب ان شاء الله يا رب ان شاء الله نتمنى لك التوفيق فنان عبد الله الكرد وكنت عاودت اغنيه مع الفنان كريم الكانغ طبعا اللي لقات رواج كبير دارت احياء التراث نعم دارت ضجه وين قوه كلامه اللي كتبه ابار يعني الرفران اللي كان معروف بين النور وبين النار تلقى في حالك كيما تدير معاها انت ما كسالك المضره يشرو هالك يحبوا يشوفوك هالك ما لخسرهم كاع وربح راحت بالك يعني الكلام الثاني تاعو كان قوي وصل للناس شكون تقصد هو اللي يقصد ان شاء الله اللي نقصد انا صبرت والاغنيه بقاو يقولوا لها اغنيه صبرت الحمد لله يا ربي على هذا النجاح ومازال عندي دوتر كولابوراسيون مع كريم الكانغ ان شاء الله علي من صبرت صابرين على الدنيا وكاينه اغنيه جديده ثانيه من كلمات سفيان العيشي والحان زين الدين جوادي اللي راح تخرج ثانيه واسمها الدنيا ان شاء الله يا رب نتمنى لها تلقى إن شاء الله نجاح كبير باذن الله وتكون يعني اضافه للاغنيه الجزائريه باذن الله ان شاء الله اذا عاودوا نولوا الحسين بالحاج وش هو الشيء اللي من خلال الاعمال اللي قدمتهم ربما قدمت للاغنيه الجزائريه واضفت ليها بطابعك الخاص دائما شوفي انا عندي دو زون دروك راني خدام على ان ستيل تاعي نعم باسكو علاش باش دير ليدونتيتي مش حاجه سهله كاع صحيح دونك انا راني اون كولابوراسيون مع كالكو دي جي في الجزائر وخارج الجزائر وفي تونس نعم. وفي المغرب بارتو نعم ورانا نخدموا على ستيل وين راح يكون يونيك يعني ستيل جديد وحده مي شنو لاطوش الجزائريه لازم هذه فيه
باسكو ما تقدرش تهرب لحاجه واحده اخرى. لازم دائما لا تشتاك. علاش؟ باش تضيف انت الموسيقى العالميه اكيد. نعم. فبالجزائريه راح نقيسوا العالميه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربي. وختامها مسك ان شاء الله، والوقت الجميل ينتهي بسرعه. انا حبيت نسمع الكلمه الختاميه تاع عبد الله الكرد للمشاهد اللي راهو يشوف فيك من خلال التلفزيون الجزائري ومن خلال برنامج سيناكم بالخير. نقول له باسمي وباسم صديقي واخي، فرحانين جدا لان درنا 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 وعدنا رجعنا يعني للتلفزه الجزائريه اللي تحتضن ديما الفنانين يعني اللي خرجوا منها. وان شاء الله ما تزيدش تنساهم مره اخرى، لانه احنا اللي رافدين الشعله يعني تاع الموسيقى، نهضر على الموسيقى والاغاني الجزائريه ومام السيل الجديد والحفاظ على اللهجه واللكنه الجزائريه. لازم عبر التلفزيون الجزائري اولا، ومن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله ما يخلوناش كما فاتت المده اللي قبل وكانوا ملهيين وفي حاجة أخرى. إن شاء الله المرة هذه نقدموا جديد تاعنا عبر صفحة التلفزة الجزائرية اللي راهي يعني مرآة بزاف دركة في اليوتيوب وحتى على الفيسبوك على ما أظن 3 مليون دابوني، وإن شاء الله تزيد وتزيد. إن شاء الله يا رب. ويعني الرقمنة هذه اللي في التلفزة الجزائرية اللي بدأت جديدة تبدأ بنا إحنا الوالا، بس إحنا ولدها وأولى بها. نبارك للموقع ونبارك للتلفزيون الجزائري، والتلفزيون الجزائري هو دائما الحضن الدافئ لكل طبعاً. الأصوات والمبدعين والشباب الواعد من الفن طبعاً. الجزائري. الكلمة الختامية لفنان حسين بالحاج، وقبل ما تروحوا راح تسمعونا ديو يخصكم أكيد انتوك. إن شاء الله. شوفي والله الوقت فات بزاف، فات بالخف بلوتو، ما حسيناش قصرة شونسون حكاية معاك كاتم مشوق. شكرا لك، الله يعطيك الصحة. وسيرتو هنا في بومرداس، اللي مرنا بومرداس اللي تحيتنا كم ناس بومرداس. ناس بومرداس بيان سور مضيافين ما شاء الله. شكرا. سيرتو هنا الناس اللي عم برا ما شاء الله قاع رحبوا بنا. نعم. فرحوا بنا كنا بومرداس، دونك نحييهم نقول لهم يعطيكم الصحة. شكرا. كي بومرداس كي ألجي كي الجلفة كي الصحراء قاع كيف كيف. دونك رانا في بلادنا ثاني. نعم. الله يحفظكم والله يحفظك انت على الاستضافه هذه ان شاء الله ما تكونش هذه الاخيره ان شاء الله يا رب. شكرا لك فنانة حسين بالحاج، فنانة عبد الله الكرد، فرحت كثير باستضافه نجمين عندهم وزن ثقيل على الساحه الفنيه الجزائريه. مشاهدينا نشكركم على المتابعه، تقبلوا مني تحيتي وتحيه الفريق اللي خدمكم لنهار اليوم، بلا ما ننسى طاقم برنامج سيناكم بالخير اللي دائما هو يحاول يقدم لكم التراث الجزائري الاصيل من هذه القاعدة الجزائرية الأصيلة. ونختم بأغنية تجمع الفنان عبد الله الكرد وفنانة حسين بالحاج اللي شرفوني في هذا الأمسية. دايما دعائي لكم في الأخير، دمتم سالمين غانمين معافين في أمان الله. سألوني عليها جيبوني اخبارها، يا راهي مغبونة ولا مهنية، ولا مازال هتجبد عليا، ولا خلاص راهي ناسيا. ما تحكو لهاش شرح صاري فيا، باللي نبكي كي نتوحشها. ماشي لا ولات لي سيطانير تمغيني، ولا بسكو شفيتها. مازال عشقك في البال، ننساك محال يلي نسيتينا. ويلا طوالت الأعمار كتبت الأقدار، بالك كاش نهار جيت سقسي علينا. يا عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا. ويلا طوالت العمر حكمت الاقدار، بالك كاش نهار جيت سقسي علينا. آه 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 آه
لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقولك انا حنيت بعلو الصوت لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقولك انا حنيت بعلو الصوت وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش وكأنك كنت معايا بعدت وما بعدتيش في دم حبيبتي وامي وزي ما اكون ما بتدعيش وعاش فيا ليه